إلى شعب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم ارضى عن شيخنا وعبديه والحاضرين المسلمين. آمين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الجامع لشعب الإيمان افتتح بابا جليلا قال فصل في ألوان الثياب. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه قال عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجد البصر وينبت الشعر. ثم قال أخبرنا أبو محمد وذكر السند وذكر السند إلى ميمون بن أبي شبيب ثم حول السند قال وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وذكر السند إلى سمرة بن جندب رضي الله عنه وعنهم جميعا عن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا هذه الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. ثم قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران وذكر السند إلى عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. نعم. قال وأومأ الحسن رحمه الله إلى جيب قميصه. ثم قال قال الشيخ الأرجوان هي المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير فإن كانت من ديباج وحرير لم تحل للرجال وإن كانت من غيرهما فكأنه كره الحمر إذا صبغ بها الثوب بعد النسف وكره المعصر أيضا لذلك ولم يلبس القميص المكفف بالحرير وهو ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه وذلك يزيد على قدر أربع أصابع التي وردت الرخصة فيها في غير الحرب وقد مضى في جبته المكففة التي كان يلبسها في الحرب والله أعلم. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ثم حول السند قال وحدثنا محمد بن نصر وذكر السند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا عن علي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبس القصي والمعصفر وعن تختم القصي والحرير قال وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال القصي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير ويقال إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القص مفتوحة القاف مشددة مفتوحة القاف مشددة السين ويقال إنها القزية القزية أبدلوا الزاي سينا قاله أبو سليمان الخطابي رحمه الله. ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر فقال ألقها فإنها ثياب الكفار. قال رواه مسلم صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. ثم قال أخبرنا أبو علي الرذباري وذكر السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالمعصفر فقال ما هذه الريطة عليك فعرفت قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجدون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيتها من الغد فقال يا عبد الله ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة أو ما فعلت الريطة لا ما فعلت الريطة ما فعلت الريطة هذا السنة يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. جزاكم الله خير. نقف عند هذا. طب هنا أيضا في الفصل فصل في ألوان الثياب وهذه أيضا كما قلنا فيها أذواق والناس في ذلك تختلف لكن نشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أفضل الثياب عنده إذا هي عند الله جل في علاه أفضل وهذه الألوان الأفضل. قال لبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمت فإنه يجل البصر وينبت الشعر. فهنا الثياب البيض وهذه من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص وأيضا البياض. أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. فأحب الثياب القميص وأحب الألوان البياض ولأن البياض له مداعبة في العين يكون فيه الصفاء والنقاء ويكون فيه أيضا الرقة. فالبياض من أفضل الثياب لذلك قال
البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم للمادة التي فيها تأثير على المؤمن، كما قلنا لمعانا في العين وراحة في النفس ومدعبة للروح. وقال أيضا أن خير أكحالكم الإسمنت لأنه ينظف العين، يجلو البصر وينبت الشعر. وأيضا قد قال مسلم البسوا هذه الثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان يقول رضي الله عنه أرضاه للعلماء على العلماء أن يلبسوا البياض فإنه يؤثر في السامعين، يعني يلبس البياض ويحب ذلك لأنه له أيضا راحة نفسية عند من يستمع. وعن عمر بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ما الأرجوان؟ الأرجوان هو مياثر الحرير. الأرجوان هو مياثر الحرير، ومياثر الحرير لا يجوز افتراشها للرجال، نهى عن ركوب النمار وافتراش الحرير. هذا للرجال يعني يمكن للنساء أن تلبسه، نعم. وقيل الأرجوان هو المصبوغ بالحمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر إلا أن يكون أعلاما، إلا أن يكون أعلاما، لكن الأحمر القاني المصمت هذا هو المنهي عنه، دم الغزال. فالأرجوان هو الأحمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره وليس أكره هنا، أو لا أركب ليس فيها الكراهة التنزيهية أو الكراهة الأصولية، لا، هذا معناها لا أركب لأني أحرم ذلك على أنها محرمة، نعم. قال ولا ألبس أيضا المعصفر المصفوف بالصفرة أو بالعصفر المعصفر، وهذا أيضا لأنه يدل على أنه زي النساء، زي النساء وفيه ما فيه من النعومة، كما قلت الرجل يخشوشن في هذا الباب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، ولما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له اغسله قال احرقه فوضع في التنور. وايضا قال لا يلبس القميص المكوى، كل هذه على التحريم، كل هذه لا البسها، لا يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لا خلق لها في الاخر. المكفف بالحرير هو الذي اتخذ جيبه وذيله واكمامه بالحرير. واحنا قلنا بان الحرير يحرم لكن يستثنى منه. وش يستثنى منه؟ ايش الاستثناءات التي جاءت على الحرير؟ سؤال موجه لكم جميعا، ما الاستثناءات التي جاءت على الحرير؟ الحرير محرم للرجال نعم، حلال للنساء نعم، ما هي الاستثناءات التي جاءت على الحرير؟ والمعصفر نعم ايضا نعم، فيها لون الصفرة والحمرة. ماشي عزباني تفضل. السلام عليكم. كان به حكة تؤذي، يبقى الاستثناء في لبس كل الحرير. سمعني للحاجة، نعم نعم سمعتك، من كانت به الحكة فيجوز له استخدام وأربع أصابع الأول. خلاص خلينا استثناء رتبها بقى كطالب علم، رتب بس، أنا أريد طالب علم يكون مرتب. فأنت تقول يستثنى من الحريري أن يلبس، أولا هو حلال للنساء، بالنسبة للرجال يستثنى منه الحكة أو الحاجة أو المرض، ولأن السلام قد أجاز ذلك للزبير ولعبد الرحمن عوف، ويستثنى منه إباحة، يبقى هذه للحاجة، ويستثنى منه إباحة أربعة أصابع، إصبع إصبعين أو ثلاث وأربع أصابع، إلى قال عمر بن الخطاب أربعة أصابع إلى أربعة أصابع، نعم. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. وهنا أيضا حقا في النت الجميع كتب ذلك، الجميع كتب ذلك، شكر الله لكم. فإذا هنا الاستثناء من أبو أنس، أبو الشيخ جابر أبو أنس يقول في الحرب، ما هو في الحرب أيضا نعم، هذا الاستثناء الثاني، أنه يجوز في الحرب استخدام طبيعة السيف تكون من ذهب أو من فضة، أو يلبس الحرير حتى يغيظ الكفار، يعني لا يلبسه من حكة فقط، بل وأيضا في الحرب ليغيظ الكفار، وتغيظ الكفار سنة تعبدا لله جل في علاه، تغيظ أهل الكفر وتغيظ الشيطان من باب أولى، عندما تقع في شيء فتتوب وترفع يدك تائبا تفعل ذلك. للعلاج كمن كان به حكة نعم، احنا ومجموعة الثلاثة هو الأولى في الاستثناءات في هذا الباب. ممتاز ممتاز ما شاء الله، الكل أجاب إجابات طيبة، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم. وهنا أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي أو القصي على أساس النسبة على مقاف التجديد، هنا البيهقي قال بأنها مشددة، وأبو سليمان الخطابي هو الذي يضبط هذا الباب، فهو نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب عن قراءة في الركوع، وكل ذلك على الحرمة. وهذا دلالة واضحة جدا كما في فوائد أن دلالة الاقتران هنا بالسياق أثبتت القوة أنها قوية بالسياق. فالقصي والحديث المعصفر كما قلت المزوغ باللون الأحمر والأصفر أو اللون الأحمر، والتختم بالذهب أيضا حرام، لأنه قال هذا حرام على رجال أمتي حلال على إناسها. ومن ذلك أيضا
القراءة في الركوع وفي كل ذلك تبطل بها الصلاة. عند الإمام الأربعة قالوا لو قرأ في الركوع يكون قد خالف، ولكن خالف هيئة فالصلاة لا تبطل. وعند الظهرية تبطل الصلاة بذلك لأنه مطلق ما يقتضي الفساد. وتختم الذهب يأسم به، بل ابن حزم قال لو لبس خاتم الذهب وصلى فصلاته باطلة، ولو لبس معصفرا فصلاته باطلة، ولو تخلق تطيب بخلوق فصلاته باطلة، للنهي عن التزعفر. وهو يطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. الفوائد المستنبطة: شرع الحنيف وسع، أتى بكل شيء، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فتسع الشريعة كل شيء. الأمر الثاني: الأمر عفنا عن المنكر، من وجد من خالف الشرع عليه أن يعني أن يأمر عفنا عن المنكر. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له: من أمرك تلبس هذا؟ أمك؟ قال: فوجدتهم في التنور فوضعته في التنور. وأعتبه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله. الفائدة الثالثة: خير ثيابكم البياض. أنا لا أدري من لم يحب البياض كيف يكون. تفضل. في ابن رضي الله عنك: البس البياض هذا الخطاب مخصوص للرجال دون النساء؟ ما أراه إلا عموما. قال: وكفنوا في موتاكم. ما أراه إلا عموما. طبعا المرأة مش هتخرج بالبياض أصلا، لأنه ملفت البيت بقى في هذا الباب، لأنهم كنا كالغربي بالسود عند الخروج، لكن تلبس البياض في بيتها، يعني الزوج أو من يريد يمتع نظره في جمالها، فالبياض ألمع الثياب التي تأخذ به اللب والروح. سيدي الأمر الثاني: المرأة تكتحل بالإسمد أمام الرجال. لا، ليس لها ذلك، لأن الكحل أصلا يزين العين جدا، ليس لما ذكرت عيون جميلة جدا وعيون متكلمة، يعني ممكن تكون عيون جميلة لكنها ساكتة، لكن عيون جميلة ومتكلمة هذا القتل بعينه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.